الفنانين قفز على المسرح، ويمكن احنا يعني حذرنا من الحكايه دي كتير، وحاول يهجم على الفنانه وعد. طبعا الامن كان موجود، انا شفت المنظر، كنت موجود هنا اراقبه في 10 ثواني، كان في 20 واحد فوقيه، وفعلا تم القبض عليه والسيطره على الموقف تماما. الحكايه دي طبعا مش هتقدر تاثر على حفلنا، احنا متعودين على الكلام ده، بنفتكر انه حصل في الاردن، حد برضو ضرب الرصاص على على الفنان راغب علامه يعني، واحنا طبعا الحاجات دي ممكن تحصل في اي حته، وهو حادث بسيط. والجميل انه المسرح ابتدى يستعيد رونقه مره تانية، والناس ابتدت ترجع تتفرج تاني. هذا لو ما انشهرت لسه صار كذا، الله يستر. يلا نرجع نغني. Thank you.